مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من الاطباء السبعه. احنا اليوم معكم بحلقه جديده انا ودكتور زيد وفرح. كيف حالكم؟ اهلا وسهلا. انا بعشق الجريب فروت. الجريب فروت يعني شو حببك فيه؟ شو حببك فيه؟ لا جد بجد انا بحب. شو حببك فيه؟ انا بكره فوت، انا بموت منه. لا انا من عشاق الجريب فروت. ف يعني اليوم حلقتنا مميزه، بدها تحكي عن تفاعلات. هاي ضيافه ولا شو؟ نفسي مره تجيبوا ضيافه يا جماعه. انت خذ اللي لهناك وانا باخذ اللي لهناك. طيب بعد الفقره يلا خلينا نخلص صوره عشان يعصروا لي اياها الشباب. 100% احنا اليوم بدنا نحكي عن تفاعلات الادويه مع بعض الاطعمه. يعني احنا تعودنا هلا ان الادويه صارت روتين بحياتنا ناخذها يوميا، لكن ما بنعرف انه الدواء ممكن يكون فعليا سلاح ذو حدين. يعني احنا اذا ما انتبهنا على الاشياء الاعراض اللي ممكن تصير بسبب الادويه، اذا عم باخذها بطريقه غلط ممكن تؤدي لمشاكل كثير. يعني طيب تمام، حتبدي بايش؟ خلينا نبدي اول شيء بالجريب فروت. انا فرح انا لا 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 شفنا الجرجير. مدام في جرجير لازم نسال على الجرجير. لا الجرجير انا بدي اسالكم. انت الموضوع طبعا شوف سالك البولي لازم يفوت الموضوع. طيب انا بدي اسالكم، ابدا بسؤالي. بشكل عام الجرجير، السبانخ، لما احكي بصل اخضر، الاشياء الخضراء، الخضروات الخضراء، ايش بخطر على بالكم؟ غنية بالفيتامين، مفيدة جدا خصوصا للرجال. يعني الجرجير مخترع بالي كثير شغلات، مفيد جدا للرجال. فيتامين انا بدي احكي لكم، فيتامين اي لا كي. فيتامين كي حكيت لك كي دكتور زيد. فيتامين كي ولما نحكي عن فيتامين كي على طول بخطر على بالنا انه وارفارين. صحيح، الوارفارين هو مثل ما بنعرف مميع للدم. هلا الفيتامين كي هو العدو تاعه او اللي بيشتغل المضاد له، بيشتغل عكسه. هذا بيشتغل على تخثر الدم وهذا بيشتغل على تميع الدم. والله هاي معلومه اول مره بعرفها. حلو، فلما ناخذهم من بعض رح يقل من فعاليه الوارفارين. فقط الوارفارين مش أسل... مش بقيه ال لا هو بشكل مباشر مع الوارفارين بشكل مباشر. هلا اللي رح يصير في عندي انه المرضى اللي عم باخذوا وارفارين لحتى يتخلصوا من تخثر الدم وانه ما يصير في عندهم مضاعفات، اللي عندهم امراض بالقلب ممكن يصير في عندهم احتماليه اكبر ليصير في عندهم جلطه لا سمح الله، سواء قلبيه او بالدماغيه. كثير حلوه المعلومه. هاي بالبدايه خلصنا عن شو حابين نرجع للجريب فروت اللي بحبه معتصم. نرجع للجريب فروت. الجريب فروت مش بس الجريب فروت، الجريب فروت ومعظم الفواكه اللي بنحكي عنها، البرتقال، الحمضيه، فواكه الحمضيه، هاي كلياتها او معظمها خلينا نحكي في انزيم احنا موجود عندنا بالسمول انتستنس. هاي هذا الانزيم لما احنا ناخذ دواء بالامعاء الدقيقه، لما ناخذ احنا الدواء بكسر جزء من الدواء بعدين بفوت الدواء على الجسم. حلو، فاحنا لما الجريب فروت ناكله بيمنع عمل الانزيم اللي موجود عندي بالامعاء الدقيقه. وبالتالي النتيجه رح تكون انه انا لما اخذ الدواء ما في شيء رح يكسره بالامعاء الدقيقه، الانزيم ما عم بيشتغل. فرح يفوت الدواء عندي مباشره بشكل كبير على الدم، فممكن يصير في عندي تفاعلات اكثر. زي شو؟ في عندنا اثنين مهمين نحب دائما نحكي للي عندهم امراض بالضغط الدم، مثل الكالسيوم شانل بلوكرز. في دواء اسمه كالسيوم شانل بلوكرز، اذا اخذت انا اخذته مع الجريب فروت ممكن يصير في عندي انخفاض حاد في سكر في ضغط الدم. وبرضه الستاتين اللي هو للكوليسترول بناخده احنا للكوليسترول. كثير في ناس بيمشوا على الكوليسترول. نعم. بتحكي عن احماض. نعم. انت صح، مش بس جريب فروت تحكي عن. طب شو بصير معهم عفوا هذول اللي بياخذوا الجريب فروت؟ بفيدوش من هلا رح يفوت عندي ستاتين اكثر في الجسم، واحنا بنعرف انه الستاتين له كثير مضاعفات. من هاي المضاعفات انه ممكن يصير في عنده مشاكل بالكبد، ممكن يصير في عنده اللي عندهم نسمع احنا دائما انه عضله تاعتي وجع في العضلات، فرح يزيد كل الاعراض الجانبيه المتعلقه. بصير عندهم وجع زي السكته القلبيه، بفكروا سكته قلبيه. بس بتخيل كميات، مش كميات بجزء كبير اذا بياخذ. لا 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 دائما بنحكي حتى ممكن نص كوب من الجريب فروت ممكن نص كوب لحاله. ممكن نص كوب بياثر. يعني هاي اسمعي عشان الكبار اللي بتابعونا يسعدهم، دائما بشوف ليش الكبار والصغار كمان اللي زي حالاتنا. يعني بس يعني الحلوين اللي بتابعونا، الكبار الصغار اجيال الدكتور زيد الصغار اللي يتابعونا، اذا بتاخذي دواء او بتاخذ دواء كوليسترول بدك تنتبه للشغلات الحمضيه اللي بتاخذها، ممكن يضرك اذا بتاكلها. قد ايه بعد عن الدواء؟ نحاول ساعتين لثلاث ساعات، بس هو بالاغلب كله احنا بنحاول نتجنبه لفتره. حرام عليك، بديش ياكل ولا شيء حمضي. لا يعني نحاول ساعتين لثلاث ساعات، اربع خمس ساعات مش بيننا. منيح. طيب هلا في اذا بتحبوا تسالوا على الاشياء الثانيه اللي موجوده، ايش شوفان هذا ولا ايش؟ هذا شوفان. شوفان شو؟ شوفان كله فوائد. الشوفان شو مضاره؟ الشوفان موجود في معظم اكلنا اصلا، كثير بنحبه. الالياف بشكل عام تتفاعل مع دواء ديجوكسن. اذا اسمه والله ديجوكسن احنا بنستخدمه لتقويه عضله القلب عشان يقلل من نبضات القلب وعشان يخفف من السوائل اللي موجوده في الجسم. الشوفان بقلل استيعابه ولا بزيد؟ هلا الشوفان كيف بيتفاعل مع الديجوكسن؟
اللي بيعمله انه بيقلل من امتصاص الدواء فراح يقلل من فعاليه الدواء عندي فعشان هيك احنا ما بنحب ناخذه بعض حتى احنا دائما بنحكي للمريض اذا بدك تاخده واذا بدك تاكل اكل بشكل عام مع الديجوكسين اي اكل ممكن يحتوي على شوفان فيا اما بتاخذ الدواء اللي هو الديجوكسين قبل بساعتين او بعد بثلاث ساعات من الاكل نحاول بعد فتره معينه طب والجبنه والحليب هاي اذا بنخطر على بالنا برضه ايش عنصر معتصم يلا سؤال لك كالسيوم يعني كالسيوم اكيد ودائما دكتور اكيد بمر على جميع الدكاتره موضوع الانتي بايوتكس المضادات الحيويه في عندنا انواع معينه مثل اسمها تترا سايكلين والسيبروفلوكساسين هاي بتتفاعل دائما نحكي لا تاخذ معه حليب ليش طيب ما بناخذ معه ما بعرف والله ليش لانه بتفاعلوا مع الكالسيوم فبيصير في عندي مركب هيك بيركبوا على بعض وبيصير في عندي في الجسم بالامعاء غير قابل للذوبان يعني الجسم ببطل قادر انه يمتص ففعاليته فعليا رح تقل كل ما صار في عندي مركب اكبر من الكالسيوم مع هاي المضادات الحيويه كل ما قلت فعاليته لانه الجسم بطل قادر لا يمتصه ولا يذوبه طب فرح انا عندي معلومه جديده سمعتها هذيك اليوم مسالك مولية ولا لا 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 هاي ما لهاش علاقه بالمسالك الفيتامين دي اللي أيوة. بياخذ سبلمنت فيتامين دي او اضافه لفيتامين دي لازم لما ياخده ياخذ معه شيء فيه ايش دهن صحيح لانه هو من يعني عشان يمتص الجسم الفيتامين دي لازم يكون اللقمه اللي اكلتها معاه يكون فيها زيت يعني شويه ليه مع احسن ليه يا حبيبي مع الكوليسترول بدون الفيتامين دي لازم يكون معك يعني مثلا تاكل شيء فيه زيت شيء مقلي قلي او تاخذ لك معلقه زيت معه بيكون امتصاصه اعلى بكثير من انك تاخذ الحبه لحالها لانه فيتامين بدون بالدهون بس اذا عندك الدهون مرتفعه يعني حاول هي معلقه بالشهر مع مسؤوليتها مع مسؤوليتي خلاص تمام طيب فرح ضل شيء ثاني ما انك قضيت يعني على كل شيء ياكله بالحياه ناتهم بالحليب والحمضيات والاجبان والالبان احنا بنحكي لا احنا بنحكي الشوفان ما حدا شايفه هو مو بس يعني. الشوفان معتصم هو بنحكي عن الالياف بشكل عام يعني برضه ممكن يكون في البازيلا مثلا او بالعدس احنا مين منا شربت العدس ها يوميا الشباب شربت عدس فبدنا ننتبه على كثير حلو الفقره معلومات جدا مفيده الصراحه المره الجايه جيب لنا تشكيله اكثر وهلا على جنب انت هدول معك هلا انا بدي اروح على العمليات خليني اكمل شوي بهالحمضيات وبهالجبن وعصروا له هالجريب فروت ان شاء الله لا باخذ دواء كوليسترول ولا شيء الحمد لله فخليكم معنا حتى نطلع من هون على غرفه العمليات واكمل مع الدكاتره